السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن اعلان الموسم الخامس والاخير لمسلسل لاكاس دو بابل الاسباني، وطبعا الموسم الاخير هيبقى على جزئين، جزء منه هينزل الشهر الجاي باذن الله. وطبعا الاعلان ده ما يعتبرش اعلان، ده هو يعتبر مشهد تشويقي واحد. فكنا عارفين ان الموسم الرابع انتهى بان الشرطيه خلاص دخلت على البروفيسور وخلاص، يعني ايه دخلت عليه كده وهو اتصدم. فبنشوف في الاعلان ده او المشهد القصير خالص ده ان هو واقف قدامها بقى، يعني ايه متوتر بشكل كبير جدا وعرقان بشكل كبير جدا، وهي ايه خلاص مسكت سلسله كده وربطته بيها وماسكاه وراها، يعني اللي هو ايه من الاخر قبضت عليه. فهل يا ترى هتبقى بالفعل قبضت عليه ولا ايه اللي هيحصل؟ طبعا التكهنات والتوقعات كتيره جدا، ابرز توقع انها هيجي لها، يعني خلاص هي عارفين انها حامل وقربت تولد، انها هيجي لها الم الولاده في اللحظه دي، وان هو هيساعدها ويعني يولدها والجو ده وخلاص، وهيهرب ومش هتقبض عليه، او ان حد هيجي ينقذه، ده احتمال ضعيف. بس الاحتمال الاقوى انها ممكن يجي لها الام الحمل بالفعل، يعني ايه خلاص تضع مولودها في اللحظه دي. ده ايه اللي هيحصل؟ ده بقى ايه كل التساؤلات والنظريات. طبعا ما فيش اعلان كامل لحد دلوقتي عشان نقدر نحلله ونتوقع مع بعض ايه اللي هيحصل، ولكن حتى الان كده انت ايه توقعاتك للي هيحصل؟ ايه توقعاتك لبدايه، خصوصا ان ده هيبقى مشهد في بدايه اول حلقه، يعني ده التوقع الاخير يعني. فايه توقعاتك انت للي هيحصل في المشهد ده؟ هل هيتم انقاذه عن طريق شخص، ولا هل هيجي لها الام الحمل، ولا هل هيفاجئونا كلنا بالقبض على البروفيسور؟ اتمنى كل واحد يقول لي توقعه في الكومنتات. ده يعني خلاص هو ده التيزر اللي نزل الصغير ده. بالنسبه لشخصيه نيروبي، طبعا كلنا عرفنا انها ماتت واتقتلت وخلاص، هي اتقتلت طلقه ما فيش بعد كده، مش هتقوم يعني. ولكن يعني مش شرط انها مش هتظهر بقى في الموسم الخامس، لا بالتاكيد ممكن تظهر بشكل كبير كمان، بس هتظهر طبعا بمشاهد فلاش باك، يعني ده عاده المسلسل اصلا مشاهد الفلاش باك الكتيره، ودي كانت من عيوب المسلسل في الموسم الرابع اللي اتكلمنا عنها في حلقه قبل كده ايام الموسم الرابع، واللي اكيد هتبقى موجوده في الموسم الخامس، انا واثق من ده. ولكن ايا كان فشخصيه نيروبي هتبقى ظاهره وهتبقى موجوده في الموسم الخامس كمشاهد فلاش باك. بس ده كانت حلقه سريعه كده عن الموضوع، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ولو انت مش مشترك انزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.